Mau lah yang soli wasan.
Oh,
kekasih yang sempurna. Akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. كورو بلا حنجوا ككاسيا سمبرنا. Akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna. Akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Maulaya seluruh
salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladhi turja syafa'atu kasih yang sempurna, kahlakmu mempesona, duhai bulan purnama, guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, akhlakmu mempesona, duhai bulan wabarakatuh. Alhamdulillah minasya Allah dari Bismillah rahman rahim Mustafa Sidra Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa zawaji wa durati wa ribati wa ribati wa kharuj Al-Fatiha. Alhamdulillah minasya Allah dari Bismillah rahman rahim Alhamdulillah rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim manika middin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairin nabiyil ursila wa dhi min aksamil hadisi idda wa kullu wahidin atawahada awaluha sahihu wa matasal isnaduhu wa lam yushadha au yu'al
يرويه عدل ضابط عن مثله معتمل في ضبطه ونقله والحسن المعروف ترقا وجودات رجاله لك صحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصور فهو ضعيف وهو أقسى من كسر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعين هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبين وما بسمع كل راو يتسيل إسناده للمصطفى فالمتسيل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد هدى سنيه قائما أو بعد أن هدى سني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنان كعام سعيد عن كرام ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قالت رجاله على وديده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه صحابي سقط وكل غريب ما راو فقط وكل ما لم يتصل بهالي إسناده منقطع الأوصال والمعدل سكيت منه اثنان وما أتى مدلس النوعان الأول الإشكوت لشيخي وأن ين كل عمن فوقه بعنوان والثاني لا يسكته لكن يصف أوصفه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشذ والمقلوب كسمان تلا إبدال راو ما براو كسم وقلب إسناد لمسد كسم والفرد ما قيده بثقته أو بجمع أو قصر على روايتي وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهل الفن والمدرجات في حديث ما أتت من بعد ألفاظ رواة اتصلت وما رأى كل قرين أن أخي مدبج فاعرف حقا وانتخي متفق لفظا وخطا متفق وديده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخطي فقد وديده مختلف فشى الغلط والمنكر الفرد به راوي غدا تعدله لا يهمل تفردا متركهما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منزومة البيكوني فوق الثلاثين بأربعين أتت أبيتها ثم بخير ختمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah.